السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، وحياكم الله في هذه التغطية الخاصة والمتواصلة منذ انطلاق العمليات عمليات طوفان الأقصى ومواكبة الانتصارات المتحققة للمقاومة الفلسطينية على الكيان الصهيوني واستمرار العمليات بداخل الكيان رغم كل الإجراءات والحملات اللي يقوم بها الكيان خلال هذه الأيام الأخيرة والمستمرة إلى اليوم بقصف واستهداف المدنيين وقطع كل احتياجات الحياة الضرورية من مي، من أكل، من أنترنت، كل الاحتياجات اللازمة. بعض الأحياء في مدن غزة المي منقطع عنهم صار تقريبا أكثر من 10 أيام. بالتالي كل هذه المواقف والتفاصيل وغيرها من المواقف الدولية راح نناقشها من خلال هذه التغطية مع الشيخ عامر البياتي المتحدث باسم دار الإفتاء العراقي، وكذلك عبر سكايب الأستاذ محمد نادر العمري المحلل السياسي. حياكم الله ضيوفنا الأكارم. نبتدي وياك شيخ عامر، أيام على المعركة، الكيان الصهيوني بدل أنه يقاوم هذه المقاومة الفلسطينية، بدل أن تكون ساحة المعركة ضد المقاومة الفلسطينية أو مع المقاومة الفلسطينية، انتقل لاستهداف المدنيين. هذه الأحداث شلون تتابعها شخصيا؟ أقول بالله التوفيق، الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشكره وهو الكفيل بالزيادة لمن شكر، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد سيد الخلائق والبشر. نعم. ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر أما بعد. أقول وبالله التوفيق، لقد استقبلنا النبأ الذي أسر قلوبنا من بعد أن كانت تدمع الأعين بالحزن الشديد. اليوم نرفع رؤوسنا عاليا بانتصارات أبنائنا وأخوتنا في غزة وفي فلسطين الحبيبة جميعا، في خان يونس، في عسقلان، وفي كل المناطق التي شهدت هذه الانتفاضة العظيمة. نراقب وبشدة ما يجري الآن على الساحة الفلسطينية، وما يجري ومع الأسف الشديد من سكوت عربي مطبق. هذا السكوت لا يكون من عربي أبدا، لا والذي رفع السماوات بغير عمد. العرب يعرفون أنهم أبات الضيم، لا ينامون على ضيم ليلة واحدة. خلينا نحددها أكثر شيخ عامر، هذا الموقف موقف العرب موقف حكومات أم هو موقف شعوب؟ لا موقف حكومات، موقف الشعوب بركة، تكون الأمور واضحة. بركة موقف الشعوب بركة، وأؤكد لك موقف الشعوب ما حدث قبل يومين، أن سائحا صهيونيا قذرا جاء إلى الإمارات العربية، فانتخى له أحد الأبطال من الإمارات العربية وطعنه بسكين. هذا هو الرد الذي يريدون أن يرونه، هذا هو الرد الذي يريده الإسرائيليون. الصهاينة لا يعترفون بالسلام ولا يريدون سلاما مع الإنسانية، بل هم أعداء الإنسانية أصلا. هؤلاء هم قتلة المجرمون، وبفضل من الله تبارك وتعالى غزة صابرة، ونقول اللهم أفرغ عليهم صبرا وثبت أقدامهم وتوفهم مسلمين. أحسنت شيخ عمر. الآن ما هو الفرق بين أن يقتلوهم بالصواريخ، بالطائرات، بالقصف المدفعي، بأسلحتهم المدمرة، بالفسفور الأبيض، ويقطعون عليهم الماء والغذاء والدواء ونتعجب؟ لا والله لا نتعجب من هذا الإجراء. هذا هو إجراؤهم، وهذه هي صفة الأراذل من القوم، صفة الأراذل من الإنسانية. ولكن هيهات أن تخضع لكم غزة. غزة بشعبها يوم أمس تواصوا فيما بينهم أن لا يخرجوا إلا جثثا من غزة. هذه مؤامرة، الذي سيشارك في هذه المؤامرة في إخراج المدنيين من مدينتهم غزة البطولة والفداء سيكون عونا لهؤلاء الصهاينة المجرمين. والخيانة هذا هو الكفر والخروج من ملة الإسلام. هذا ما تعودنا عليه شيخ عامر من أساليب الكيان الصهيوني على طول الحروب والسنوات السابقة ضد الكيان من قبل المواطنين الفلسطينيين وحتى الجيوش العربية، دائما ما يستخدم الكيان هذه الأساليب باستهداف المواطنين. خليني أنتقل لأستاذ محمد نادر، حياكم الله أستاذ محمد.
كل التحية لك وللسادة المشاهدين والعاملين في قناة الأيام، لضيفك الكريم، وكذلك كل الرحمة لشهداء فلسطين المحتلة وقطاع غزة، والشفاء العاجل لكل الجرحى. يا مرحبا بك. أتساءل وفق أي عرف دولي، وفق أي مفاهيم، يعني ما يسويه حاليا الكيان الصهيوني بحق المواطنين من قطع كل الإمدادات واتباع هذه السياسة لغرض فرض وجود الكيان الصهيوني بهذه المناطق ويبتعد عن مواجهة حتى المقاومة الفلسطينية. يعني بطبيعة الحال عندما تكون التحضيرات بأن أكثر من 65 بين 65 و70% من الضحايا هم من النساء والأطفال، هذا يؤكد على همجية هذا الكيان الذي تم يعني زرعه في المنطقة من قبل الدول الاستعمارية. دعني أعود بك إلى 40 عام، وبخاصة عندما تحدث جو بايدن، عندما الرئيس الأمريكي عندما كان عضوا في مجلس الشيوخ الأمريكي، بأن إسرائيل هي أفضل استثمار للولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة. وبالتالي هذا التصريح ربما هو يعطي الكثير من الدلالات. أولى هذه الدلالات بأن هناك غطاء سياسيا أمريكيا وغربيا للكيان الإسرائيلي للقيام بكل سلوكيات الهمجية في هذه المنطقة تحت ما يسمى حماية الأمن القومي الإسرائيلي أو الدفاع عن الحق أو ما إلى ذلك من هذه التسميات. النقطة الثانية هي محاولة دائما خلق نزاعات وصراعات على مستوى المنطقة الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط، وبخاصة ما كان يعرف بدول الطوق سواء مصر، سوريا، الأردن، لبنان وحتى العراق. كانت تسعى الولايات المتحدة الأمريكية وبخاصة خلال العقدين السابقين إلى محاولة إما استهداف هذه الدول بالقوة العسكرية أو من خلال خلق نزاعات وصراعات على مستوى المنطقة. هذه الصراعات هي عرقية، هي هذه الأساليب أستاذ محمد تشوفها ناجحة مع المواطنين الفلسطينيين؟ يعني الإحصاءات إذا تسمعني، الإحصاءات اللي توصلنا أكثر من 2840 شهيد وأكثر من 12,000 جريح على في غزة فقط. هذه السياسات واستهداف المواطنين والمدنيين بغزة وغيرها من المدن الفلسطينية راح تغير من موازن القوى بمعادلة الحرب، حرب طوفان الأقصى؟ لا، أعتقد بأن اليوم يعني هناك شيء يفقده الكيان الإسرائيلي، وحتى هذه اللحظة ما زال الكيان وحتى الدول الداعمة لهذا الكيان لا يستطيعون يعني تفهم هذا الموضوع، هو الحاضنة الشعبية للمقاومة. يعني عندما يقوم الكيان الإسرائيلي بتصعيد الهجمات سواء في سوريا سواء بالقنابل وغيرها ضد المواطنين في غزة، هو يريد بطبيعة الحال في أحد أهدافه من ذلك تقليب الحاضنة الشعبية للمقاومة ضد المقاومة، لكن الذي يحصل هو زيادة تمسك الحاضنة الشعبية بالمقاومة. يعني من يسمع خلال الأيام السابقة أم يعني تفقد أبنائها وتقول أريد الثأر من هؤلاء الصهاينة، عندما نشاهد بأن يعني أب مفجوع بأبنائه ويقول لن هذا الأمر لن يردعني على دعم المقاومة، عندما نشاهد بأن عوائل تخرج من مناطق بعد يتم تهديمها بالكامل من قبل سلاح الجو الاحتلال الإسرائيلي ويقولون بأن كل ذلك فداء المقاومة، هذه العقيدة، هذه الإرادة، هذه الهوية ما زال الكيان الإسرائيلي يقوده. يعني لدينا اليوم صورتين، صورة من يتمسك بأرضه وحقه رغم كل شيء، كل المصاعب، والصورة الأخرى هي صورة هذه المستوطنات الكرتونية إن صح التوصيف، والتي نشاهد مدى الرعب. يعني عندما نشاهد بأن هناك ضباط أو عناصر من قوات الاحتلال الإسرائيلي يجرون أحد الضباط أمام مرأة من وسائل الإعلام، وحتى موقف أستاذ محمد، حتى موقف يعني قيادات الكيان الصهيوني ومن يدعم الكيان وليس كيان يعني لديه وجود في هذه المنطقة. وبالتالي أعتقد بأن المفارقة اليوم بأن كلما قام الكيان الإسرائيلي بهمجية أكثر تجاه أهالي الشعب الفلسطيني، كلما أدى ذلك إلى زيادة التمسك بخيار المقاومة، وهو يؤكد بأن ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة. وأعطيك رهان كبير وهو أحد يعني الملامح التي تؤكد على تغير قواعد الاشتباك حتى على مستوى الصراع مع الكيان الإسرائيلي. منذ عام 1948 كان يهدف تهدف كل الحكومات الإسرائيلية منذ تلك الفترة حتى يعني القريب يعني المستقبل القريب أو التاريخ القريب، كانوا يسعون إلى تغييب القضية الفلسطينية من الأجيال التي تتوارث هذه القضية. يعني نحن نتحدث عن الجيل الأول الذي عاش 48، الجيل الثاني الذي عاش 67، الجيل الثالث الذي عاش فترة انتصار حرب تشرين 73، اليوم نحن أمام الجيل الخامس إن صح التوصيف.
لم ينجح الرهان الإسرائيلي رغم الضغوط. وهذا هذا ما يؤكد أستاذ محمد الثبات في العقيدة والثبات في الرأي ومواجهة الكيان الصهيوني. نعم، خلينا ننتقل لشيخ عامر. هذا هو موقف الكيان، واضح موقف الكيان وضعفه وصفه. عفوا أستاذ محمد، هذا يخلق العزيمة والإرادة لمواجهة هذا الكيان بكل أشكال الممكنة بما فيها الأشكال المسلحة، وهو يعيدنا إلى بداية العمل المسلح. أستاذ محمد، إذا بأن هناك إرادة اليوم لتحقيق الصوت، أعتقد ما واضح من أستاذ محمد. انتقل لي أستاذ عامر، موقف الكيان وقوة الكيان اللي يدعي بها واللي يرسمها إلى الإعلام الغربي واضحة ونقاط مهمة أشار لها أستاذ محمد، بالتالي شلون نفسر مواقف بعض الحكومات المترددة والجبانة اتجاه هذه القضية، قضية الإسلام الأولى، القضية الفلسطينية؟ خليني أستاذ حسن أمثل لك الكيان الصهيوني. أستاذ عباس، هو مجرد كارتون واقف، نعم، فارغ، لكنه متترسم بسلاح فتاك يعطونهم الغرب. نعم. وأصف لك مرة أخرى، لم أجد أغبى من الصهاينة في عمري، كل ما شفت أغبى من الصهاينة، لأن الأمريكان جعلوهم وين بالتحديد غباءهم شيخ عامر؟ نعم. غباءهم وين شفته بالضبط؟ نعم، غباءهم وين شفته بالضبط؟ وين شفته؟ غباءهم في الامتثال للإرادة الأمريكية، وغباءهم في عدم إيمانهم بقضيتهم الواهنة. قضيتهم واهنة وقضيتهم مجردة من الحقيقة، بني على كذب، وما بني على باطل فهو باطل. أنتم تريدون أن تسكنون في فلسطين الحبيبة، ولا يزال المسلمون يقرؤون كتاب الله تبارك وتعالى، سبحان الذي أزرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. إذن هم كيان فارغ لكنهم متترسنين، والآن متترسلين بالأسلحة الأوروبية الفتاكة التي تجرب على شعوبنا، ولكن بالمقابل هم الآن في جيشين. الجيش الأول أعدوه لمقابلة الرجال، وهذا لا يستطيعون، سيفشلون، ولكنهم سينجحون بعض الشيء في الجيش الإلكتروني الذي أعده الكيان الصهيوني الآن منذ تقريبا 6 أيام للدفاع عن مشاريعهم الاستيطانية ودفاعا عن مظلوميتهم الهزيلة. هي صارت واضحة يا شيخ عامر، صارت واضحة الأمور اليوم، ما حد يقدر يغطيها، ما حد، لا لا، الحقيقة واضحة، كل التفاصيل، حتى ضعف الأمن السبراني هذا اللي يدعي به الكيان الصهيوني صار واضح بساعات كرابعة شباب النهار. المقاومة قدروا يخترقوا، ولكننا نقول للعرب الذين خذلوا وخذلوا في ضمائرهم وفي قلوبهم وفي عقولهم وفي مواقفهم، أقول لهم انظروا إلى مصير أبو رغال. من الذي سمى ولده برغال أو أبو رغال من ذلك الوقت؟ لأنه هو الذي قاد إبره الحبشي لمكة المكرمة، يعتبر خائنا للأمة، وإن كان لم يكن هنالك دينا. فكيف أنتم تصفون أنفسكم مسلمون وتجلسون على كراسي المسلمون؟ مجرد إشارة واحدة، مجرد إشارة واحدة تجبنون. انظروا إلى ما حدث في سوريا قبل يومين أو ثلاث، بيوم الخميس الساعة 11 ليلا و35 دقيقة، ضربوا مطار حلب وأخرجوه عن الخدمة، وقبلها بثلاثة أيام أو بأسبوع ضربوا مطار دمشق الدولي، دمشق الحبيبة، دمشق العزة والكبرياء، وأخرجوه كذلك من الخدمة. هم عدوانيين، هم عدوانيين، أسلوبهم العدوان، أسلوبهم التحطيم الإنسانية. وإلا سيقف لكم هؤلاء الرجال يا بني صهيون. والله لقد دفعنا لكم بفلذات أكبادنا، ودفعنا لكم رجالا ليس لكم قوة بمواجهتهم، لا قبل لكم بهم. نعم، وكفوا الباري عز وجل. المقاومين الفلسطينيين نقرأ القرآن ونقرأ حديث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. قيل أين هم يا رسول الله؟ قال هم في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس. والله إن لنا رجالا يتمسكون بهذه الأرض. نعم.
أرض فلسطين الحبيبة لا يبيعونها شبر ذرة تراب لا يبيعونها ولو أعطيتهم أموال الدنيا بكاملها. والنعم والله من الرجال الفلسطيني. والله والنعم من رجال حماس. والنعم من رجال القسام. والنعم من كل رجل شريف بطل حمل بندقيته وثار ضد هؤلاء. وطوبى للمرأة الفلسطينية النشمية. هي معركة ثبات ومحافظة على أبيها ومحافظة على أخوها وأبوها وهي تزفهم إلى المقابر شهداء إلى جنان الخلد وهي تزغرد. أي أم من هذا؟ والله إنها بطلة التاريخ. والله إنها لنقول والله لقد أنجب التاريخ رجالا ولكنهم نساء. والله الذي لا رب سواه. إن لنا رجالا يحبون الشهادة في سبيله. وهذا وكما هذا اللي يحبون الحياة إنهم يحبون الشهادة. هذه الأيام من معركة طوفان الأقصى. وهذا الطوفان إن شاء الله يزيحكم. نعم إن شاء الله. إن شاء الله يزيحكم. أستاذ محمد حرب حاليا شهداء من الطرفين. شهداء الفلسطينيين تجاوزوا نفس ما ذكرنا 2840 شهيد. أيضا من الكيان الصهيوني أسرى وقتلى وغيرها من التفاصيل. والمقاومة الفلسطينية مستمرة بضرب المستوطنات. أكو لغة تفاهم مع الكيان يفهمها غير هذه اللغة غير لغة الحرب. أكو مساحة للتفاهم مع هذا الكيان. نسمع باتفاقيات طويلة بالتسعينات والثمانينات وما شفنا فد نتيجة لهذه المفاوضات أو الاتفاقات. يعني بطبيعة الحال هذا الكيان لا يفهم بلغة يعني السياسة صح التوصيف. يعني هناك مقاربة في كل دولة في أي نظام سياسي بالعالم. بطبيعة الحال عندما تواجه أزمة ما حتى أزمة عنفية هي تلجأ إلى 99 خيار سياسي ومن ثم تلجأ إلى الخيار المئة الذي هو استخدام السلاح او استخدام العنف. الكيان الاسرائيلي على العكس هو يلجا الى 99% من الخيارات العسكريه ثم يلجا الى الخيار السياسي. انا اعتقد بان من خلال التجربه ومن خلال يعني فتره الصراع القائمه مع الكيان الاسرائيلي مع الدول العربيه منذ 48 حتى هذه اللحظه بان الكيان الاسرائيلي كان يعتمد على ثلاث محددات اساسيه. المحدد الاول هو الدعم الغربي اللامحدود. وبالتالي كان يسعى هذا الدعم الغربي إلى الحفاظ على تفوق الكيان الإسرائيلي إلى الضغط على الدول العربية وإلى محاولة خلق أزمة مناخ في المنطقة يضعف هذه الدول من مشاريع وتدخلات وما إلى ذلك. المحدد الثاني كان يعتمد الكيان الإسرائيلي على استخدام القوة العسكرية لإقامة ما يسمى دولة الكيان الإسرائيلي من النيل إلى الفرات وفق هذه المزاعم التي كان يتزعم بها. كان يلجأ إلى ذلك من استخدام القوة العسكرية ومن ثم يعني يفرض الحلول السياسية عبر الولايات المتحدة الأمريكية وعبر الدول الغربية. النقطة الثالثة أو محدد الثالث كان يسعى من خلال التفاوض. يعني عندما كان يتم الحديث عن تفاوض اتفاقيات سلام سواء كان ديفيد سواء اتفاقية سلام 79 سواء وادي عربة وسواء اتفاقية أوسلو وصولا إلى يعني اتفاقيات إبراهام وقبل ذلك مؤتمر مدريد كان يسعى إلى خلق مناخ من الصراعات العربية من التمزق العربي يستغل الظروف الدولية يستغل الدعم الغربي ويأتي بعملية بأوراق سلام هي أقرب للاستسلام للدول العربية ويقول لهم أستاذ محمد من اليوم الأول من اليوم الأول للمعركة الجانب الأمريكي أعلن دعمه بشكل مباشر للكيان الصهيوني بإرسال حاملة الطائرات وغيرها من الأسلحة وجولات لوزير الخارجية بلينكين بعدد من الدول العربية. هذا الموقف الأمريكي شنو غير؟ يعني شنو أضاف للمعركة؟ فقط لإكمل الفكرة السابقة بشكل سريع. هذا اليوم تغير وبالتالي اليوم يعني بات هناك قناعة لدى الجميع وبخاصة منذ عام 2000 يعني لتكون لك واضحة. اضطر الكيان الإسرائيلي للانسحاب من الجنوب اللبناني تحت القوة السلاح واضطر أيضا هذا الكيان انسحاب من قطاع غزة تحت قوة السلاح وبالتالي هذا الكيان لا يفهم إلا لغة القوة وعندما يلجأ إلى الحلول السياسية أعلم أن أحد من الأمرين قد يحصل إما أن هذا الكيان هو في وضع حرج وبالتالي يريد حلا سياسيا للحفاظ أو لإعادة ترتيب أوراقه الداخلية أو أن هذا الكيان استطاع تحقيق مصالح ويريد فرضها من خلال القوة السياسية. لذلك حاليا أي خيار ترجح بين هذه الخيارين مع هذا الكيان؟ النقطة الثانية أو الإجابة على سؤالك يعني بطبيعة الحال عندما يتحدث بلينكين بأنني وزير الخارجية الأمريكي بأنني لم أقم بزيارة الكيان الإسرائيلي فقط كوزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية بل كيهودي وعندما يتحدث أيضا بايدن
بأنه ليس من الضروري أن أكون يهوديا كي أكون صهيونيا. هذا يؤكد ما هي ما هي صفته صفته الوظيفيه بالولايات المتحده تتعارض مع هذا الموضوع. الولايات المتحده الامريكيه في المنطقه، وبالتالي اعتقد بان هناك اليوم قراءه جيوستراتيجيه على مستوى اعمق من هذا الصراع، بان الدعم الامريكي اللامحدود وتقديم وزياره والجوله المكوكيه التي قام بها بلينكن وفي الغد بايدن، واعتقد بان بلينكن فشل في تحقيق اهداف ربما بايدن يريد الترويج لها مرة أخرى، سواء فيما يتعلق بالأسرى، سواء فيما يتعلق بتهجير الفلسطينيين، سواء ما يتعلق بالضغط على دول محور المقاومة بعد التدخل في هذا الصراع وتوسيع جبهات القتال. أعتقد بقراءة شخصية بأن بايدن اليوم أيضا يريد استثمار في الحالة الإسرائيلية لتحقيق أهداف انتخابية، وربما أطلق بايدن الحملة الانتخابية من دماء الشهداء الفلسطينيين. والنقطة الثانية، هناك مصالح جيوستراتيجية اليوم في منطقة الشرق الأوسط، وربما اليوم الولايات المتحدة الأمريكية أرادت استغلال هذا الصراع لتأكيد على أمن الكيان الإسرائيلي من ناحية، والاستهداف بعض قوى المحور المقاوم من ناحية أخرى، واستهداف المشاريع الروسية الصينية بما في ذلك مشروع الحزام والطريق، وخاصة أن بايدن أطلق أثناء قمة العشرين ما سمي بالممر الهندي الأوروبي، أو ما عرف بمشروع بايدن الذي تشغل به الأراضي المحتلة حيزا هاما في الربط ما بين أوروبا وآسيا. وأعتقد أن هذا السبب، يعني ربما يكون هذا السبب الذي دفع في الأمس وزير الخارجية الإيراني حسين عبد الله يعني للقول بأن محور المقاومة قد يلجأ إلى عمل استباقي ضد الكيان الإسرائيلي. راح ناقش مواقف دول محور المقاومة. خليني أنتقل للشيخ عامر. زيارة متوقعة، نعم زيارة متوقعة لبايدن إلى المنطقة، إلى الأردن، وراح يزور الكيان الصهيوني وغيرها من الدول. هذا الدعم مثل ما ذكرنا والتدخل الأمريكي المباشر راح يقدر يطفي هذه المعركة؟ راح يوقفها؟ راح يبتعدون المقاومين الفلسطينيين عن المستوطنات، وبالتالي تروح هذه الضحايا والشهداء بسبب هاي التدخلات الأمريكية؟ لا أعتقد عفوا استاذ محمد، اليوم هناك السؤال يعني الشيخ عامر، شروط من قبل المقاومة وقد وضعت، لن تنتهي هذه المعركة دون تحقيق هذه الشروط، سواء فيما يتعلق بتبادل الأسرى، كسر الحصار عن غزة، شكرا لك، كذلك إدخال المساعدات وما إلى ذلك. وفي المقابل يستغل الكيان الإسرائيلي الدعم الغربي اللامحدود. اخواننا لا تصلحون المشكله ويا استاذ محمد، اعتقد الصوت عنده ما واضح. عمليه الطوفان، انتقل لك شيخ عامر، نتنياهو لشق صف المعارضه وما الى ذلك. وبالتالي اعتقد ان التدخل الامريكي سيعقد الامور اكثر، لان اليوم احد اسباب تاخير العمليه البريه في استاذ محمد، اذا تسمعني استاذ محمد، ما يحدث الظروف المناخيه، ولكن هناك اخوان، اعتقد صوتي ما واضح ابدا عند استاذ محمد. انتقل لك شيخ عامر، هذا الموقف الامريكي والتدخل الامريكي ايش راح يغير اليوم؟ يعني شفناهم جربوا كل الطرق، عسكريا، اقتصاديا، سياسيا، بعد الوضع على حاله والمقاومه الفلسطينيه يوم بعد يوم تحقق انتصارات اكثر. اقول لعله انتشال غريق او انسان يغرق في وحل الهزيمه، هذه هي مساعي امريكا وغير امريكا في المنطقه. الآن هم يضغطون على مصر، جمهورية مصر العربية، ويضغطون على المملكة الأردنية الهاشمية لاستقبال 1.5 مليون مواطن فلسطيني من غزة. يريدون يفرغون غزة من المواطنين ويكون لهم كرة، وإن شاء الله هتكون بائسة بإذن الله جل وعلا على شبابنا المقاوم والمجاهد في غزة، لأنهم يعلمون علم اليقين أن الذي انطلق من أول شرارة هي انطلقت من غزة، وهذا ولله الحمد. لكن هؤلاء لا ينفعهم بإذن الله تبارك وتعالى ما دام أهل الأرض هم الذين يقررون. أهل الأرض وأهل القضية هم الذين يقررون، القسام هو الذي يقرر، وكذلك بقية الفصائل الفلسطينية هي التي تقرر نهاية المعركة. تقصد؟ نعم، هي نهاية المعركة إن شاء الله، مستمرة بزوال الكيان الصهيوني. قادرة المقاومة الفلسطينية لأننا على هذه الاستمرارية؟ وأنتم تعطونا من عام 48 إلى هذه الساعة دماء، وأنتم جاءتكم فرصة النصر، لا تفرطوا بها.
لا تفرطوا بها يا شباب المقاومة. قادرين أنه يستمرون بهذا الوضع؟ نعم. بهذه القوة للمقاومة الفلسطينية؟ ما دام هنالك غيارة ومخلصين من الأمة الإسلامية والعربية يعينونهم على ما هم فيه بإذن الله تبارك وتعالى سيستمرون. نحن نعرف إمكانية الفلسطينيين، إمكانية خلاقة، نعم، ولكن لا بد من مساندتهم، لا بد من مساندتهم بالموقف السياسي والموقف الشرعي. وأقول يا أزهر الشريف ويا المملكة العربية السعودية، يا من تدعون أنكم روح الإسلام والمسلمين، لحد الآن لم يخرج بيان منكم يدين أو يجب. ولو أننا تجاوزنا الإدانة والشجب لهؤلاء الصهاينة المجرمين، الآن جاء وقت العمل، الآن جاء وقت الانتصار، الآن جاء وقت جني الثمر. لماذا؟ لماذا هذا السكوت المعيب والمخزي؟ أين أنتم يا قادة العرب؟ أين أنتم يا وزراء الدفاع؟ كم تملكون من ترسانات للسلاح؟ لمن تريدوها؟ تريدوها شعوبكم؟ لو تدافعون بها عن أنفسكم وعن غيرتكم وعن شربكم وعن كرامتكم. شيخ عامر، ناس ميتة من الجوع، بعضهم ما بادر مبادرة إنسانية، أكل وشرب ما يدزلهم. يعني نسمع الأرقام، أكثر من 2 مليون فلسطيني الآن هن في فلسطين، الآن يذبحون من الوريد إلى الوريد في غزة نساء وأطفال. هذه شيمة الصهاينة المجرمين. والآن ما نحرك ساكن؟ ما تقولوا لي شو وقت تتحرك ساكنكم؟ متى تفيقون من هذه النومة؟ ولكم خلوا بروسكم غيرة، ولكم خلوا بروسكم غيرة يا رؤساء العرب، ولكم خلوا بروسكم غيرة يا علماء الدين، ولكم خلوا بروسكم غيرة. أخوتكم في فلسطين يذبحون من الوريد إلى الوريد وهم بحاجة إلى المساعدة، وأنتم مكتوفين الأيدي والصمم بكم لا يفهمون. أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي. إلى متى هذا السكوت؟ إلى متى هذا السكوت؟ عار عليكم. كم لي فيك يا ليل وآهات أرددها، أواه وهل تنفع المكلومة أواه، إني تذكرت والذكرى مورقة، مجدا تليدا بأيدينا أضعناه، كم صرفتنا يدا كنا نصرفها، وبات يملكنا شعبا ملكناه. مكافعات، ولكم مكافي سكوت. موقف جديد. ولكم مكافي سكوت عاد. ولكم مكافي السحو، السحو على شربكم، السحو على غيرتكم. ولكم هذا الكرسي اللي قاعدين عليه انتم كرسي حلاق. لكم كرسي حلاق يا رؤساء الدول العربية. شيخ عامر كحكومات ما نتوقع من عندها شيء. ما نتوقع من رؤسائها، لان بعضهم لحد الان يثق انه ممكن الكيان الصهيوني وامريكا قادره تقوم. ومن يرجو العطيه ومن يرجو العطيه من بخيل كمان. خبر عاجل مهم يوصلنا حاليا، انه حزب الله مستمره بقصفها لمواقع مهمه في بالنسبه للكيان الصهيوني، بعده مواقع مثل زرعيه والصدى وجل الدير والمالكيه وبركه وريشه. بالتالي هذه العمليات لحزب الله مستمره باستهداف مواقع مهمه للكيان الصهيوني، وبالتأكيد هي مناصرة للمقاومة الفلسطينية. أنتقل لك أستاذ محمد، هذه المواقف من قبل حزب الله في شمال غزة والتدخل مباشرة لاستهداف مواقع الكيان، ممكن نتوقع أنه تتسع مساحة المعركة وتدخل فصائل المقاومة في باقي بلدان محور المقاومة بوجه الكيان الصهيوني وتواجهه؟ يعني بطبيعة الحال حتى هذه اللحظة حزب الله من خلال ما يقوم به من استهداف لنقاط الاحتلال الإسرائيلي أعتقد بأنه يريد تحقيق عدد من النقاط. نعم. النقطة الأولى هو تشتيت انتباه قيادة هذا الكيان سواء السياسية أو العسكرية عن قطاع غزة، ومحاولة تخفيف الضغط على غزة من خلال إيقاع إصابات وكذلك استهداف مواقع عسكرية هامة بالنسبة للكيان الإسرائيلي فيما يتعلق بالجبهة الشمالية من الأراضي المحتلة. الهدف الثاني ايضا الذي يمكن الحديث عنه في هذا الاطار هو تمسك حزب الله في قواعد الاشتباك، وبالتالي يعني عندما حدث حزب الله في عام 2019 قواعد اشتباك بان اي استهداف لاي عنصر او اي مكان في الاراضي اللبنانيه سيكون هناك استهداف ايضا للكيان الاسرائيلي، هو يثبت هذه النقطه. النقطه الثالثه هو القول بان حزب الله هو موجود وهو مشارك، ولكن هذه المشاركه حسب التطورات التي تفرضها الواقع الميداني في قطاع غزة وكذلك واقع التطورات السياسية واحتمالية أن تذهب هذه التطورات نحو المزيد. بمعنى آخر
هناك خطوط حمراء تم تحديدها من قبل محور المقاومة وكذلك من قبل حزب الله. في حال شعور حزب الله ومحور المقاومة بأن الفصائل الفلسطينية اليوم في وضع خطر، أعتقد بأن الدخول سيكون كبيرا وسيكون موحدا، لأنه من غير المسموح الكيان الإسرائيلي القضاء على هذه الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة أو احتلال قطاع غزة، لأن سواء القضاء على الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة أو احتلال غزة هذا يعني بأن هناك تصفية كاملة للقضية الفلسطينية. النقطة الثانية أو القاعدة الثانية التي حددتها محور المقاومة هي القيام الكيان الولايات المتحدة الأمريكية بإدخال قواتها كقوات مشاركة إلى جانب الكيان الإسرائيلي. أيضا هذا يعني ممنوع أبدا بالنسبة لي. خيار خطر هذا. قادة محور المقاومة أكدوا أنه في حال تدخل الجيش الأمريكي بشكل مباشر راح يكون أكو رد وتدخل بالمقابل لهذه الجيوش من قبل محور المقاومة، وممكن تكون الحرب أكبر من مساحة غزة وأكبر من الكيان الصهيوني ككل. خليني أنتقل لي الأستاذ علي رضا الحسيني المختص بالشأن الإقليمي والدولي اللي ينضم لنا من طهران عبر الهاتف. حياكم الله أستاذ علي. تحية لكم وللمشاهدين الكرام والضيوف الكرام. حياكم الله، أهلا ومرحبا. الموقف الإيراني واضح اتجاه القضية الإيرانية، وهذا ما عزز الكلام الصادر من الإمام الخامنئي قائد الثورة الإسلامية في إيران بتهديد الكيان الصهيوني بشكل مباشر وتحذيرهم من استمرارية العمل بهذه الطريقة وارتكاب هذه الجرائم. وفق هذه المتغيرات والتصريحات نتوقع أكو استمرار من قبل الكيان الصهيوني على نفس النهج، نهج القتل والجوع والتهجير للمواطنين الفلسطينيين؟ نعم، أولا بالنسبة للعملية التي يقوم بها أو الحرب التي يقوم بها الكيان الصهيوني على قطاع غزة، أعتقد بأنها من أكبر ومن أفظع الحروب وشراسة ضد الشعب الفلسطيني. فهو يقوم الآن هذا العدو بعدما تلقى ضربات القاسية من المقاومة، وبعدما تم إفكاك كافة أجهزته الاستخباراتية وإظهار فشله الاستخباراتي والقيادي إن كان على الصعيد السياسي أو على الصعيد العسكري أو على الصعيد الأمني، فإن هذا العدو بدأ يضرب وهو كالدب الأعمى ولا يعرف كيف يضرب. لا أعتقد بأن هذا العدو يستطيع أن يقوم بعملية برية داخل قطاع غزة، لأن الاستخبارات العسكرية لدى جيش الكيان الصهيوني لا تملك المعلومات الكاملة، وخصوصا أنها انكشفت وانفضحت عورتها بعدما قامت المقاومة بضرب كافة المواقع في غلاف غزة. أضف إلى ذلك هناك أيضا هزيمة في معنويات الجيش الصهيوني. صحيح أن قيادة الجيش دعت الاحتياط إلى التجنيد والانضمام لهذه الحرب، ولكن 40% فقط من لبوا هذا النداء، والبقية كانوا خارج الكيان الصهيوني ولا يريدون أن يأتوا للداخل. أيضا بالنسبة لموضوع حضور أنتوني بلينكن ووزير الدفاع الأمريكي، وغدا سيأتي رئيس الجمهورية الأمريكي إلى الكيان وإلى الأردن وعدد من الدول. هؤلاء إن دل حضورهم بهذا الشيء إنما يدل على فشل إدارة نتنياهو، بأن الولايات المتحدة الأمريكية ترى بنتنياهو كالرئيس السكران الذي لا يعرف كيف يدير المعركة، وليس هو أمريكا هي الداعم الأول للكيان الصهيوني. أمريكا قادرة تحتوي اليوم هذا الموقف؟ قادرة أن تطفي هذه الحرب؟ أيضا أضف إلى ذلك أن هناك 2000 جندي أمريكي جاءوا إلى فلسطين المحتلة. لماذا جاءوا إلى فلسطين المحتلة؟ ليس لكي يحاربوا في غزة، إنما لكي يديروا العمليات ويديروا الجيش الصهيوني. بالتالي هم جزء من المعركة. الصهيوني تفكك. هو جزء من المعركة. جزء من المعركة هم. هذا جزء من المعركة، ولكن أيضا تفكك هذا الجيش.
وتحاول الأساطيل أن ترهب الجميع بأن هناك هجوم وهناك تخريب هجوم على 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 محور المقاومة، ولكننا نرى بجنوب لبنان بأن حزب الله يقوم بدور فعال وقوي وقوي جدا بمساندة الفصائل الفلسطينية في غزة. كيف يكون كما كانت يفعل الكيان الصهيوني خلال الحرب في سوريا، يأتي ويفتح معارك في مع حزب الله في في سوريا أو في لبنان. الآن هذا الدور يلعبه أعتقد حزب الله. كيف يلعب؟ الآن هناك حرب مع غزة، وحزب الله بدأ يفتح معارك ويفتح معارك على الجبهة الشمالية. انفتحت هذه الجبهة رسميا، نوهنا عنها قبل لا تنضم لنا حضرتك، نوهنا عنها، وأنه هذه الجبهة حاليا المفتوحة في شمال غزة بالجنوب اللبناني هي الأقوى منذ أن بدأت المعركة إلى اليوم. ونسمع أيضا بشهداء تقدموا من حزب الله إن شاء الله ارتقوا إلى الباري عز وجل نتيجة لهذه المعركة بعد استهداف مواقع مهمة للكيان الصهيوني. نعم، أقول لك شغل، يعني أريد أن أكمل فكرتي. نعم. الآن يقوم حزب الله بدور فعال في هذه المعركة، وكيف؟ بأنه يقوم بعملية عمي كافة الأجهزة الاستخبارات والمراقبة الصهيونية للجيش الصهيوني. قام حزب الله بتدمير كافة الأجهزة الاستشعار، قام بتدمير كافة الكاميرات، قام بتدمير كافة المطلة والتي تجمع المعلومات عن الجنوب اللبناني. أجبرت، كان هناك حديث عن أنه يريدون أن ينقلوا عدد من الجنود وفرق من الجنود الصهاينة من الشمال إلى اتجاه غزة، ولكن الآن مضطر، هناك 3 فرق للجيش الصهيوني بقى في حدود، وهناك أيضا كان من المقرر أن تأتي يتم نقل أجهزة القبة الحديدية إلى داخل الكيان الصهيوني. هذه صارت مجرد خرافات، هذه القوة اللي نسمع عنها، القبة الحديدية والسيوف الحديدية وغيرها. أنا أشكرك لانضمامك لنا الأستاذ علي رضا الحسيني من طهران المختص بالشأن الإقليمي. أرجع لك شيخ عامر، بالتالي حزب الله دخل مباشرة على خط المواجهة مع الكيان الصهيوني، شنو المطلوب من باقي بلدان محور المقاومة لمواجهة هذا الكيان الغاصب؟ أقول بالله التوفيق، عليهم أن يحذوا حذوهم، وعليهم أن يكونوا مناصرين لهم ومظاهرين لهم، وعليهم أن يكونوا بمستوى المسؤولية لأنهم إسلاميون. نعم، على جميع محور المقاومة في البلدان التي تحيط بفلسطين الحبيبة عليهم أن يفتحوا الأبواب مشرعة للأبطال المجاهدين حتى يخوضوا معارك الشرف والعزة والكرامة. الآن حزب الله اشتغل، والآن حزب الله بفضل من الله سبحانه وتعالى استطاع أن يصيب أهداف في لب الكيان الصهيوني المجرم. فما علينا إلا أن نكون أداة خير وأداة تريد لبلدها ولإسلامها ولدينها العزة والكرامة. لا بد من الجميع أن ينتخوا، لا بد من الجميع أن يقفوا وقفة رجل واحد، وعلى الجميع أن يكونوا كما قال الباري عز وجل: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وقال الباري عز وجل: وإن جندنا لهم الغالبون. وقال جل في علا: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم وينصركم عليهم ويخزهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. وقال الباري عز وجل: وعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين لا تعلمونهم الله يعلمهم. كفانا بهذه الآيات فخرا التي نزلت من سابع سماء، وهي تحرض المؤمنين المسلمين من أهل الجهاد ومن أهل القوة ومن أهل العزيمة على خوض معارك شريفة، معارك عزة وشرف وكرامة للإسلام والمسلمين. نعم أستاذ محمد، الموقف الأمريكي، ناقشنا بعض تفاصيله خصوصا التفاصيل العسكرية والموقف السياسي. بايدن يعني باتصالات مباشرة مع رئيس الوزراء العراقي السوداني، وزيارة ممكن نفس ما ذكرنا متوقعة إلى الأردن وإسرائيل وغيرها. شنو اللي تحاول أمريكا تلعبه؟ أي دور تحاول تلعبه في هذه الحرب؟
بطبيعة الحال زيارة بايدن للمنطقة بعدت مؤكدة، وغدا في يوجد هناك يعني اجتماع رباعي يعني يجمع الولايات المتحدة الأمريكية مع الجانب المصري وكذلك الكيان الإسرائيلي وحتى يعني الجانب الأردني. وبالتالي أعتقد بأن زيارة بلينكن للمنطقة بهذا التوقيت تهدف لتحقيق عدد من النقاط. النقطة الأولى هي السعي حكومة الديمقراطيين إلى استمالة عطف اللوبي اليهودي اللي في الانتخابات الرئاسية القادمة، وبالتالي يكون بايدن قدم قطع صوت كبير في يعني الفوز بالانتخابات في مواجهة الجمهورية. النقطة الثانية هي تأكيد على الدعم اللامحدود للكيان الإسرائيلي والعلاقة الارتباطية، ودعني أقول لك أكثر من ذلك، يعني منذ تولي بايدن للحكم كانت علاقة بايدن مع نتنياهو سيئة، وبايدن ساهم بطبيعة الحال بإسقاط نتنياهو من السلطة وإيصال لابيد وبيني غانس إلى السلطة قبل أن يعود نتنياهو مرة أخرى إلى رئاسة الحكومة بالتحالف مع اليمين المتطرف. وبالتالي أعتقد بأن أيضا هذه الزيارة قد تحمل رسالة هامة بأن رغم توتر العلاقات الشخصية ما بين يعني مسؤولين كلا الطرفين، ولكن في نهاية الأمر الضمانات الأمنية التي قدمتها الولايات المتحدة الأمريكية للحفاظ على الكيان الإسرائيلي في المنطقة هي الأعلى. وبالتالي قد يسعى بايدن خلال الفترة القادمة للضغط على الدول العربية بممارسة ضغوط على حماس وكذلك الطائفة الفلسطينية لإطلاق الأسرى. هناك ممارسة ضغوط أيضا من قبل بايدن قد نشهدها من خلال إرسال رسائل إلى إيران ومحور المقاومة لعدم توسيع دائرة الحرب، لأن بايدن اليوم يريد تحقيق إنجاز سياسي وعسكري للكيان الإسرائيلي دون أن ما يعتبر هذا تناقض بالمواقف. يعني من جهة الأمريكان يدخلون بشكل مباشر ويدزون أسلحة وجولات لرئيس الحكومة حكومة أمريكا ولوزير خارجيتها، ومن جهة يطالبون الناس لازم ما تساند القضية الفلسطينية ومحور المقاومة ما تشارك اساسا بهذه المعركه. هذا ما يطلق عليه احاديه القطبيه او عقليه الاحاديه القطبيه من ازدواجيه المعايير. هم يريدون فقط، يعني حتى دعني اقول لك اكثر من ذلك، كان هناك مسعى امريكي اسرائيلي منذ الايام الاولى لعمليه طوفان الاقصى لتشكيل تحالف غربي لاستخدام القوه الغربيه الى هذه المنطقه للدفاع عن الكيان الاسرائيلي وتحقيق مصالح الغرب بشكل عام في المنطقة. عندما تم الترويج بأن حركات الفصائل هي أقرب لداعش وأنها تقوم بممارسات داعش، هي كان الهدف من ذلك استخدام البروغندا الإعلامية لحشد الرأي العام وتجهيز الرأي العام ودفع الأنظمة الغربية لتقديم الدعم العسكري لا محدود للكيان الإسرائيلي. اليوم الصورة التي قدمت للغرب بأن الكيان الإسرائيلي هو الذي يدافع عن نفسه وبأن هؤلاء الأطفال الذين يموتون تحت القصف هم اسرائيليين وليس فلسطينيين. بعد هذه الصوره موجوده، يعني احنا نشوف مظاهرات ببريطانيا وحتى بامريكا وعدد من الدول الاوروبيه، بالتالي هذه الصوره بعدها موجوده عند الشعوب الغربيه. انا اتحدث خلال الايام الاولى، اليوم اختلف الواقع، اليوم نتيجه تطور هذا اللي التواصل الاجتماعي، نتيجه وجود اقرباء ويعني عرب كثر في الاوروبيين بدا الوضع ينشرح، حتى يعني هناك بعض الوسائل الإعلامية بدأت يعني وضعها في حساسية، وخاصة مراسلة سي بي اس التي يعني تحدثت بأنها أخطأت في يعني نقل ما تم تحديث به من بايدن ونتنياهو. وبالتالي يعني اليوم الصورة بدأت تتغير، لذلك سارعت الولايات المتحدة الأمريكية لإرسال بوارجها إلى هذه المنطقة قبل أن تنكشف الصورة الحقيقية لهذه الادعاءات. وبالتالي يعني رغم ذلك يعني ما زال حتى هذه اللحظة يتم القول بأن هذه الفصائل هي فصائل إسلامية، وبالتالي هذه الفصائل الإسلامية هي مرتبطة بالقاعدة. يعني ما زال هذا الخطاب موجود، يعني خطاب ربط تدعيش للفصائل الفلسطينية صح التوصيف ومحاولة ربط هذه الفصائل المقاومة بالإرهاب. يعني هذا الأمر يعني هو الذي كل هذه المتحدة الأمريكية كل هذه المساعي لتبرير نقطة واحدة يعني استاذ محمد، مثل ما هو معروف تبرير الصورة الضعيفة اللي ظهر بها الكيان الصهيوني بهذه الحرب المفاجئة، الحرب المقاومة الفلسطينية وهذا الطوفان طوفان الأقصى. أسأل الشيخ عامر، هذا الوضع بالحرب وهذا الظهور بصورة كارتونية إذا أريد نوصفها، شنو أثر على صورة الكيان خارجيا أو حتى شعبيا بالداخل داخل الكيان، وإحنا نسمع بالمشاكل السياسية وموضوع الانتخابات وغيرها؟ أقول بالله التوفيق، الهزيمة بدأت في أنفسهم أي صهاينة المجرمين، لأنهم هم مهزوزون من الداخل، مرعبون، فيهم الرعب وفيهم الخوف وفيهم الهلع
وفيهم الجبن. ماذا تريد أمريكا من رجال تتوفر فيهم هذه الصفات ليدافعون عن أطماع أمريكية في المنطقة العربية؟ نعم. الكيان الصهيوني الآن هو وضحت حقيقته بفضل من الله تبارك وتعالى وبالضربات الموجعة من أبنائنا وإخوتنا في فلسطين الحبيبة. الآن انكشفت صورتهم ووضحت أسطورة الجندي الذي لا يقهر. قهروهم عام 73، ولكن هذا لا يكفيهم، بل هذا بإذن الله تبارك وتعالى، هذا الحرب اللي هي في 7 أكتوبر بدأت تشرين الأول عام 2023 وإلى هذه الساعة ستكون بإذن الله تبارك وتعالى هي الكفيلة بكشف ذلك الغطاء المزيف والغطاء الذي كان يخوفون به العرب والمسلمين. سينكشف بإذن الله تبارك وتعالى، وأنا أهنئ ومن أعماق قلبي أهنئ، أعيدها مرة ثانية، أهنئ من أعماق قلبي وأهنئ من أعماق قلبي مرة ثانية للذين طبعوا، فقد حضروا لكم الصهاينة المجرمين الأعلاف وقالوا سنستقبلهم في المكانات الإصطبل ومكانات الزرائب ولا نستقبلهم في غرف الاستقبال وقاعات الاستقبال، فأقول هنيئا لكم بما ستأكلونه من العلف، لأنكم وصفوكم بالدواب، سواء المطبعين أو الساعين للتطبيع والذين يسيرون على نهجكم لا يلاقون إلا كما ستلاقون أنتم، وكفاكم خزيا وعارا ومذلة أنكم تسمون عرب. والله لو كان قرارا سياسيا صادقا من نشمي صاحب غيرة إلا وسحب منكم القومية العربية، سحب منكم جنسية بلدانكم لأنكم لا تستحقونها، لأنكم خونة مجرمون، خونة، خونة بمعنى الكلمة. ويجب أن إذا وضعتم إن لم تتوبوا إذا وضعتم في قبوركم والله يرجمونكم المسلمون بالحجارة. هي قضية صارت حاليا قضية إنسانية، لأن نفس ما قلنا ناس ميتة من الجوع والعطش، والبعض يدعو للتهدئة ويجامل الكيان. أنا أعتذر لضيق الوقت، أشكرك الشيخ عامر البياتي المتحدث باسم دار الإفتاء العراقي، وكذلك الشكر لي الأستاذ محمد نادر العمري المحلل السياسي من سوريا، وكذلك انضم لنا عبر الهاتف الأستاذ علي رضا الحسيني من طهران المختص بالشأن الإقليمي والدولي. والشكر موصول لكم مشاهدين الكرام، أكيد مستمرين في قناة الأيام الفضائية لمواكبة هذه الانتصارات المتحققة من قبل المقاومة الفلسطينية على الكيان الصهيوني بتغطيات أخرى إن شاء الله. في أمان الله.